هذه الشيلة إهداء إلى الشيخ صادق أمين أبو راس، أداء الشاعر أبو حنظلة السوداني. سلام يا وصل عندك للقبايل للشيخ صادق من أمين، شيخ الأبطال صادق أمين بوراس تواريخ حفل، صادق ثياب على وصادق بالأقوال، لله دار الرحمن محنك وباسل مقدام بين الناس لا قالها قال، قلبك بلي قال يا فريق الرسائل وصل سلامي لربو عرض أزال، سلامي يوصل عند كل القبائل للشيخ صادق بن أمين شيخ الأبطال، صادق أمين ستاريخ حفل، صادق ذياب على وصادق بالأقوال، شجع محنك في جميع المراحل بالشيخ صادق تضرب الناس الأمثال، همه وهمه وهمه همه كبيره فالقيا دايما أضل مثل الجبل واقف وشامخ ولا مال، لله دره من محنك وباسل متى القف راجل في كل موقف جيد وفي وجمال، له في اسلوبه وطيبه مماثل علي في اخلاقه وله دور فعال، يا شيخ صدق دوم توافي وجمال لازال حبك داخل القلب لازال، اسمك مسجل بالصفوف الاوايل وسوف تبقى فخر دايم للاجيال، اهدي سلامي لك بشيله وزمال ولك تحيات ودتك غير وجلال، قلبك بلي قال يا فريد الرسايل وصل سلامي لربو عرض ازال، سلامي يوصل عند كل القبايل للشيخ صادق بن امين شيخ الانبال، صادق امين بوراس تاريخ حفل، صادق ذياب على وصادق بالاقوال، شجع محنك في جميع المراحل بالشيخ صادق تضرب الناس الامثال، همه وهمه وهمه همه كبيره فالقيا دايما اضل مثل الجبل واقف وشامخ ولا مال، لله دره من محنك وباسل مقدام بين الناس لا قالها قال، حكمه وعقليه متلقف راجل في كل موقف جيد وفي وجمال، هله في اسلوبه وطيبه مماثل علي في اخلاقه وله دور فعال، يا شيخ صادق دام توافي وجمال لازال حبك داخل القلب لازال، اسمك مسجل بالصفوف الاوايل وسوف تبقى فخر دايم للاجيال، اهدي سلامي لك بشيله وزمال ولك تحيات